بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات المرحلة الثانوية العامة، مرحبا بكم طلاب الصف الثالث الثانوي على قناة مستر أستاذ زيد لشرح تبسيط قواعد اللغة الإنجليزية. إن شاء الله مستمرون معاك في حل مجموعة من تجزئة المنهج بتاعك لعام 2022 من كتاب جم العام 2022. مستمرين مع الوحدة السابعة، الدرس الثالث والرابع. إن شاء الله النهاردة نشتغل على اللانجوج سيلز بتاعتها، واللي بدايتها على صفحة 39. بنقول يا شباب، تابع شرح القواعد بتاعت الوحدات موجود عندنا على القناة بإذن الله، وشوفها الأول قبل ما تشوف حل اللانجوج بتاعتها أو التدريبات اللي جاية عليها من كتاب جيم. في نقطة تانية مهمة جدا، إن إحنا بنحط لك روابط لكل القواعد اللي أنت محتاج إن أنت تتابعها علشان يكون التدريب ده إن شاء الله معاك سهل. زي ما قلنا على صفحة 39 إن شاء الله بدأنا. بسم الله على بركة الله ونتبع الشروط. تقول لك there was a or an، كان هناك كذا، إيه اللي يا عم كان؟ بعد كده جايب لك change بمعنى تغير، in the weather في الطقس. بعد كده بيكمل people are advised to stay at home، والناس تنصح بانها تظل في منازلها. طيب يبقى ايه اللي حصل في الطقس؟ حصل في ده suddenly، ودي ظرف بمعنى على نحو مفاجئ، ولا sudden بمعنى مفاجئ، ودي كده واخده شكل الصفه، ولا terribly بمعنى فظيع، ودي واخده شكل الظرف، ونورمال بمعنى طبيعي. الجو حصل فيه تغير مفاجئ، او تغير زي ما بقول لك ايه فجاه، يبقى عندي sudden change بمعنى تغير مفاجئ، ودي واخده شكل الصفه، ودي او ان ايه جايه قدام طبعا sudden، عشان دي تبدا بحرف الاس، والاس ده حرف ساكن. الجمله الرقميه بيقول لك فيها كمال isn't a rash driver، كمال ده سواق مش متهور، يعني مش متسرع، بيمشي على مهله الراجل. تمام. هي اولويز درايفز ايه؟ يبقى ادي عندك الفعل موجود، يبقى انت عايز لهذا الفعل ايه؟ عايز لهذا الفعل ظرف يصفه. يبقى نقول كيرفول، كيرفول دي حريص صفه، كير بمعنى عنايه او اهتمام. A careful way ما تنفعش لو في ان، كنا قلنا ان a careful way، يعني قلنا درايفز ان a careful way، ماشي معقول، لكن عندي كيرفول اللي هو الظرف، ودي الصياغه السليمه ليه، هاخده اجابه صحيحه في الجمله رقم 2. وبنفكر بالمعلومه قلناها يا شباب، ان الصفه تصف الاسم، يعني هنا مثلا صدن بمعنى مفاجئ، دي صفه وصفت تشينج اللي هو التغير، لكن الفعل درايف محتاج له ظرف يوصفه اللي هو كيرفولي. نتحرك مع جمله ثلاثه، واللي بيقول لك فيها I haven't eaten for 5 hours، انا ما اكلتش بقالي 5 ساعات. تمام. So I am getting quiet، ولذلك انا يعني ايه quiet، معناها الى حد ما. quiet ايه يا عمي؟ اللي بيقولوا عليها من ظروف الدرجه. quiet ايه؟ hungry اللي واخده شكل الظرف، ولا hungriest واخده شكل تفضيل صفات، ولا هنجري اللي واخده شكل الصفه في وضعها الطبيعي، ولا هنجر اللي هو الجوع ذاته؟ لا، يبقى انت عندك ايه؟ كوايت هنجري بمعنى جائع الى حد ما، وده زي ما قلنا ظرف من ظروف الدرجه، بستخدمه قبل الصفه علشان اقول هو في قد ايه مقدار منها موجود. نتحرك مع جمله رقم 4، اللي بيقول لك فيها از علي لافز نيتشر، بما ان علي بيحب الطبيعه. تمام، حلو خالص، ماشي ماله. هي بينتس فورست اند تريز، دايما بيرسم الغابات والاشجار. ايه؟ ويل بطريقة حسنة أو جيدة، وده شكل الظرف، ولا بيتر أفضل مقارنة الصفة جود، ولا الصفة جود وضعها الطبيعي، ولا بيست تفضيلها؟ لا، أنا عايز ظرف فهاخد ويل، إجابة وحيدة صحيحة. في جملة رقم 5 بيقول لك فيها ماي دوتر إز بنتي كذا، مالها؟ إن إنجلش، في اللغة الإنجليزية، أند وونتس تو ورك أز أن انتربريتور، عايزة تشتغل مترجم فوري. طيب يبقى ذا بيست فلوينت، ماشي، واخد تفضيل هنا هو في الصفة، ولا فلوينت بمعنى طلق، ودي واخده شكل الصفه في وضعها الطبيعي، ولا فلوينتلي واخده شكل الظرف، ولا مور فلوينت، طبعا مور مش هينفع. تمام، فنقول ايه؟ هو عايز يديها صفه بس، عايز يقول بنتي طلقه، يعني لسانها طلق في نطق اللغه الانجليزيه والتحدث بيها، يبقى هاخد الصفه في وضعها الطبيعي اللي هي فلوينت فقط، اجابه واحده صحيحه. في 6 بيقول لك فيها ايفري ون ادمايرز اسامه، كله معجب باسامه، الناس كلها معجبه بيه، ماشي. As he always works، لأن دايما بيشتغل بإيه؟ كده أنا عايز ظرف يوصف الفعل work. طب أقول hardness اللي هي المعنى الحرفي ليها الصعوبة، ولا hardly اللي هي ليست ظرف ومعناها بصعوبة بالغة تصل إلى الاستحالة، ولا hard اللي هي صفة معناها بجد واجتهاد، ولا harden بمعنى يجعل الشيء صلب، ده فعل كده. لا، أنا عايز hard، تمام، اللي هو واخد طبعا دي ظرف شاذ، لان الصفه هارد ظرفها هارد منها زيها بنفس الحروف وبنفس النطق وكل حاجه، مفيش تغيير، لان زي ما قلنا الصفه هارد في الظرف بتبقى شاذه تظل على حالها. الجمله السابعه بيقول فيها هي جيف هير ا بيوتيفول، هو اعطاها بيوتيفول، ايه هو اللي بيوتيفول ادهولها ده؟ رينج. طيب رينج معناها خاتم. طيب ايه نوع الخاتم اللي ادهولها ده هو؟ نقول عليه ايه؟ نقول قال لك شي دازنت لايك ثينجز ميد اوف سيلفر، هي مش بتحب الحاجه
المعموله من الفضه. طيب حلو خالص. يا ترى اخد ايه؟ اقول جولدي ماشي، اللي لو رجعت للقاموس هتلاقيها مش موجوده، ولا جولدنلي؟ عندك كلمه جولدن معناها ذهب اللون، لونه ذهبي يعني، تمام؟ ولا جولد اللي هي الخامه بتاعت الذهب؟ اه دايما انا بستخدم يا شباب الخامه جولد لوصف الشيء المصنوع منها، او الجولد رينج او الجولد ايرينجز كده يعني، تمام؟ هنا جولد بتديني زي ما قلنا خامه، وفي نفس الوقت تديني صفه لهذا الشيء. ايه مواصفات هذا الرينج؟ انه هو جولد. اجابه وحيده صحيحه في جمله رقم 7 هي كلمه جولد. في 8 يقول لك فيها شي لوكد. هي خلي بالك من حاجه، خلي بالك من حاجه، مش هنترجم لوكد هنا هو الا لما نجيب الجمله at the children. يبقى هي هنا بقى نظرت، مش معناها بدت، بصت لهم يعني، تمام؟ هي بصت للاطفال at the children when she met them. يبقى بصت لهم ايه بقى؟ بصت لهم happily، بسعاده. she looked happily at the children، بصت للاطفال بسعاده، تمام؟ يبقى انا كده عايز الظرف اللي يوضح نوعيه النظره اللي نظرتها للاطفال، انها كانت بسعاده، يبقى عشان كده خدت الظرف، ما خدتش هابي اللي هي واخده شكل الصفه، ولا هابينس اللي هي السعاده ودي واخده شكل الاسم، ولا هابيست وده تفضيل صفه. نتحرك مع جمله 9 اقول لك فيها دونت تاتش ذا ماشين، ما تلمسش الاله. It switches itself off، بتطفي نفسها. طب ايه؟ بتطفي نفسها ايه؟ طب خلاص بقى كده الجمله ايه اللي فاضل فيها؟ فاضل فيها توضح طريقه الاطفاء دي بتتم ازاي؟ بتطفي نفسها ايه؟ اوتوماتكس ماشي، اللي هي الحاجات الاوتوماتيكيه، ولا اوتوماتيكال بمعنى اوتوماتيكي بمعنى الي يعني، ولا اوتوماتيك معناها الي، ولا اوتوماتيكال دي اوتوماتيك طبعا واخده شكل ايه؟ واخده شكل الصفه، ولا اوتوماتيكالي اللي هي واخده شكل الظرف ومعناها بطريقه اليه يعني منها لنفسها مش محتاجه احدد فيها. هو ده اللي انا هاخده، الظرف اوتوماتيكالي عشان تبقى اوتوماتيكالي اللي هي بطريقه اليه توصف الفعل سويتش اوف اللي هو بيطفي. يبقى ما تلمسش الاله. ليه يا عمي؟ الاله دي بتطفي نفسها بطريقه اليه مش محتاجه حد يطفيها. نحرك الشاشه شويه علشان نشوف الجمله رقم 10 اللي هي تظهر معانا، بيقول لك فيها as there was much time، لان كان في وقت كفايه، تمام؟ we walked ايه بقى to school، احنا مشينا ايه للمدرسه. خلاص انت طالما ان الدنيا الوقت كفايه خلاص انت مش محتاج تسرع، يبقى ما تمشي ببطء. يبقى نقول slowly ده الظرف، ولا slowing ايه هو اللي slowing؟ slowing واخد شكل الجيرند، ولا in a slowly way، تمام؟ ولا slowing اللي هو شكل الجيرند بس ما فيش اقول walked slowly. ليه يا عمي؟ لان الفعل walked محتاج له ظرف يوصفه. هما مشوا، طب ايه هي الطريقه اللي مشوا بيها؟ انها كانت سلولي، تمام؟ طب يا حد يقول لي مستر ليه ما خدش ان سلولي واي؟ مش محتاجه اللي واي، كنت اقول ايه؟ ان سلو واي، مش محتاجه اقول ان سلولي واي، فهي كده صياغه خاطئه. بناكد على سلولي ظرف، اجابه واحده صحيحه في جمله رقم 10. 11 يقول لك في افتر ذا فيرست اكزام، بعد الامتحان الاولاني ماشي، which was easy مزيد من المعلومات، واللي كان سهل برضو ماشي، also looked كل الطلبة. هو looked هنا معناها نظروا ولا بدوا؟ يعني ايه بدوا؟ يعني بدوا، يعني ايه بدوا؟ يعني كان شكلهم، كان شكلهم، كان شكلهم ايه؟ and were ready for the next. الله، يبقى انت عايز لهم صفة، كان شكلهم في حزن، ولا كان شكلهم في سعادة، ولا شكلهم ايه؟ كان شكلهم ايه؟ they looked happy، بدوا سعداء، يعني ظهر على وشهم السعادة، تمام؟ ما تنفعش هابيس اللي هي تفضيل الصفه، ولا هابي اللي واخده شكل الظرف، ولا هابينس اللي هي الاسم اللي هي السعاده نفسها. وهنا لحظه بس نرجع بالشاشه ونستغل الحكايه دي ونفرق لك ما بين الجمله رقم 8، شايفها اهي الجمله دي، شايفها 8 تمام، فرق بينها وما بين الجمله رقم 11. بص كده ليه نفرق بينهم؟ بص كده بيقول لك ايه؟ شي لوكد هابي لي، هي نظرت بسعاده، بصت للاطفال بسعاده بابتسامه حلوه، تمام؟ غير دي هنا الطلبه اللي امتحنوا من الحمد لله الامتحان حلو، بدوا سعداء، يبقى هنا عايز لهم صفر. وده الفرق ما بين الجمله رقم 8 وجمله رقم 11، وعلشان الجملتين لهم علاقه ببعض احنا علقنا عليهم. هنا هو خدنا هابي كنا محتاجين الظرف، لكن هنا هابي كنا محتاجين الصفه، وده تحقق فاخدناه. خلاص نحرك الشاشه علشان نشوف رقم الصفحه، وكمان منها نشوف الجمله الجديده اللي هي الجمله رقم 12 بيقول لك فيها they performed the experiment، هم أدوا التجربة، experiment كده تجربة معملية. طيب ماشي،
عايزين ظرف يوصف الاداء ده اللي هو performed. طيب in order to get the best results، عشان يحصلوا على افضل نتائج منها. طيب scientific علمي، ودي واخده شكل الصفه. scientifically بطريقه علميه، وده واخده شكل الظرف. science العلم ذاته او العلوم، و scientifical محتاجه تكمل بكلمه scientifical experiment مثلا، حاجه زي كده. تمام، برضه واخده شكل ايه؟ واخده شكل الصفه. انا عايز الظرف اللي هو scientifically اجابه واحده صحيحه بتوصف الفعل performed في الجمله 12. 13 بقولها فيها the cost of living has risen، تكلفه المعيشه rising، rising يعني زادت. طب زادت بطريقه ايه؟ خلاص الفعل موجود، انا عايز الظرف اللي يوصف هذا الفعل these days، في الايام اللي احنا فيها دي. طيب dramatic معناها دراماتيك، عايز اقول لك بطريقه يعني شديده او صعبه يعني. دراماتيكال واخد شكل الظرف، دراماتيكال دي واخده دراماتيكال او مثلا دراماتيكال بيس اوف ورك مثلا، دي واخده شكل صفه. ودراما اللي هي الدراما نفسها او الاعمال الدراميه اللي فيها شجن وحاجات زي كده. طيب الاسعار هاز رايزن دراماتيكالي، انا عايز لها ظرف، يبقى الظرف دراماتيكالي يوصف الفعل رايزن اجابه واحده صحيحه. 14 بيقول فيها although he arrived an hour، برغم انه وصل ساعه ايه؟ يا ساعه بدري يا ساعه متاخر، تعال نشوف بس. He started work immediately، بدأ في شغله على الفور. طيب يبقى أكيد وصل متأخر. ده بيبقى أنا ور إيه بقى؟ ليت اللي هي معناها متأخر، تمام؟ ولا ليتلي اللي هي معناها مؤخرا، ودي حاجة تاني خالص، مش ظرف، حاجة تاني خالص معناها مؤخرا. ولا لاتنت اللي هي معناها حاجة كامنة أو مستترة. ولا ليتست اللي هو واخدة شكل تفضيل صفة. لا، هو وصل an hour late، وده كده هو حال ظرف يعني. وصل ساعة متأخر، arrived أهو، بنوصل بنوصف فعل الوصول بأن هو كان إيه؟ كان ليت. 15 بقول فيها the young woman spoke to us، الفتاة الشابة ديت كلمت لينا إيه؟ ها؟ هات لي بقى الظرف اللي يوصف طريقة كلامها. mother الأم. motherly المعنى دي واخدة شكل الصفة. motherly معناها حاجة اللي هي أمومي، يعني حاجة لها علاقة بالأمومة. لما اجي اعمل دي صفه، ماذرلي دي صفه، دي من الصفات اللي فيها الواي، عامله زي فريندلي فريندلي وسيسترلي وبراذرلي والحاجات دي، يبقى هي كده على وضعها صفه. طب لما تحولها لظرف تعمل لها ايه؟ تخليها ان ا ماذرلي واي، ان ا ماذرلي واي، لان ماذرلي اساسها صفه. عشان اخليها ظرف نجيب قدامها ان ا وتجيبها هي، وبعد كده اجيب كلمه واي. تمام، ماذر هود المعنى الحرفي ليها الامومه ذاتها. يبقى نقول ان the young woman spoke to us in a motherly way، الفتاه دي تحدثت لنا بطريقه فيها ايه؟ نوع من الامومه، الحنو والمحنه والحاجات دي. 16 بقول فيها the child waited، الطفل كان منتظر ايه؟ ايه الظرف اللي يوصف فعل الانتظار؟ for his mother، لمامته to arrive، عشان تيجي. so she gave him a chocolate cake، ولذلك جابت له ايه بقى؟ كيكه شوكولاته. جميل. more patient ولا patience اللي هو الصبر، ولا patient بمعنى صبور، ولا patiently بصبر اللي هو ده شكل الظرف. waited patiently يعني بيقول لك ايه؟ بفارغ الصبر زي ما يقولوا في انتظاره. طبعا عايز الظرف عشان يوصف الفعل waited. نتحرك مع صفحه 40 علشان نشوف باقي التدريبات شباب. طبعا عنوان الوحده قدامنا ورقمها ظاهرين قدامك بطريقه كويسه جدا. في 17 بيقول لك فيها You don't have to answer so، ليس عليك أن تجيب so، كلمة so معناها فيها تشير إلى جدا أو كده يعني. so إيه؟ if I ask you a simple question، لو أنا سألتك سؤال بسيط يعني ما تردش بطريقة فيها حدة، يعني عايز ظرف برضه. تمام، نقولها sharp ده معناها حاد، ودي واخدة شكل الصفة. ولا sharply اللي هي واخدة شكل الظرف. ولا sharpness واخد شكل الاسم. ولا شارب بمعنى يحد الشيء، يعني السكينه مثلا مش بتقطع فانت بتحدها. لا، انا عايز يبقى سو شارب، اللي ظرف درجه وجاي وراه. شوف الظرف سو بيوصف ظرف تاني اللي هو شاربلي، ودي حاجه عاديه ان احنا ممكن نجيب ظرفين يوصفوا بعض، مفيش مشكله خالص. طيب في جمله رقم 18 فيها حسام ووز، حسام كان ايه حسام؟ وذ ذا ويتر، مع الجرسون. هو ووز فيري سلو، اللي كان بطيء. يبقى كان ايه حسام؟ كان انجر الغضب، ولا انجرلي، انجرلي اللي هو ده شكل الظرف معناها بطريقه غاضبه، ولا انجري غاضب واخد شكل الصفه، ولا ان انا انجرلي واي، انجرلي واي، ودي طبعا دي خطا، لانه ليه انجري؟ لان الصفه انجري خلاص مش محتاج ان يكون فيها ال واي زي كده عشان تتقال ان كذا واي. طيب المهم نرجع ونأكد اني انجري صفه بتوصف حسام اجابه واحده صحيحه.
في جملة رقم 19 بيقول لك فيها أحمد is polite، أحمد ده ولد مهذب، تمام. But he was surprisingly، ولكن الحاجة المدهشة أو الحاجة اللي فاجئتنا كلنا إيه؟ To ياسر last night، مع ياسر امبارح. يبقى ده معنى إيه؟ ده معنى إنه اتكلم مع ناصر، مع اسمه ده ياسر، بطريقة ما كانتش مهذبة. طيب رودر ولا رودنس ولا رودلي ولا رود؟ بيقول لك he was surprisingly rude. انا ممكن استخدم زي ما انت شايف كده، طبعا يجي فيرب تو بي ويجي وراه الظرف وبعدين اجيب الصفه، عادي جدا التبادل ما بين دول وبعض، ما فيش مشكله قدام. نروح لجمله رقم 20 واللي يقول فيها امجدز تيتشرز، هي واخده شكل الجمع معلمين اللي بيدرسوا الامجد، مالهم بقى؟ ارنت بليز وذ هيم، مش مبسوطين منه ليه؟ از هي اولويز جيفز، لان هو دايما بيدي انسرز، الاجابات بتاعته ايه بقى؟ ايه طريقتها؟ ايه صفتها؟ انها ايه؟ رونجز، ماشي. طبعا المفروض ان رونج دي صفه والصفات لا تجمع، رونجفول معناها خاطئ ودي مبالغه في الصفه، ولا رونج اللي هي الصفه في وضعها الطبيعي، ولا رونج اللي واخده شكل الظرف. هي جيفز رونج انسر، انا عايز صفه للاجابات بتاعته انها ايه؟ انها خاطئه، وبالتالي انا هكتفي برونج، اجابه وحيده صحيحه. نحرك الشاشة شوية عشان نشوف الجملة رقم 21 واللي بيقول لك فيها I don't know why she behaves so، أنا والله مش عارف هي بتتكلم بتتصرف so جدا كذا، يعني إيه sometimes؟ إيه يا عمي so إيه؟ so bad ولا so badly اللي هي واخدة شكل الظرف، ولا worse ولا worst؟ طب هنا والله بقول له إيه؟ بقول له والله أنا مش عارف هي ليه بتتصرف بطريقة إيه؟ so badly، so badly، هنا جبت so ظرف يوصف ظرف، ظرف درجة اللي هو so، وده عندك هنا هو ايه؟ badly بقى، بتتصرف بطريقة سيئة جدا. worse هنا مفيش مقارنة، worse دي من التفضيل اللي بعيد عني خالص، تمام؟ طيب so bad ما اتخدتش ليه؟ يعني بقول لك ايه؟ I don't know why she behaves so bad. طيب so bad خلاص انا مش محتاج بعدها اكمل، لانه ايه؟ so badly اللي هو ده شكل الظرف قدامي، هاخدها اجابة واحدة صحيحة. في 22 بيقول لك فيها some mushrooms، المشروم اللي هو بيقول عليه عش الغراب، ماشي، عش الغراب لانه يشبهه يعني. طب are edible، edible معناها يمكن اكله، يعني صالح الاكل زي ما بيقول. طب بعض انواع المشروم قابل للاكل، ممكن تتاكل يعني. while others، بينما النوع الانواع في انواع اخرى منها which look almost identical، شبهها بالملي، لكنها للاسف ما تتاكلش. ليه بقى؟ لانها بقول لك ايه؟ contain كذا poisonous، تحتوي على ايه سام؟ تحتوي على ايه؟ ديدلي بويزنز، على فكره بويزنز اللي هي سموم مش سام، دي بويزن سموم، تمام. عايز اقول لك تحتوي على سموم قاتله، طيب ماشي. يبقى انا عايز لها ايه؟ انا عايز اقول ايه؟ اقول ديدلي، ودي واخده شكل الصفه، دي من الصفات اللي فيها الواي. طيب ولا ديد اللي هو ميت، ولا ديس الموت ذاته، ولا ديدنس برضو معناها موت؟ لا، انت عندك حاجه اسمها ديدلي بويزنس، بمعنى سموم قاتلة أو مميتة، ودي من الصفات اللي فيها إلو. نتحرك مع 23 ولا فيها he was wrong when he took it، أخطأ عندما إيه؟ أصبر عليا، مش هنترجم took it دلوقتي. and returned، وعاد to work before recuperation، recuperation اللي معناها التعافي، يعني هو عايز أقول لك إنه أخطأ لما تعامل مع الموضوع كذا ورجع الشغل قبل ما يتعافى. طيب easier، ودي مقارنة الصفة easy، easy اللي هو ده شكل الظرف، وادي easy اللي هي الصفة في وضعها الطبيعي، وايزي تفضيل صفة. طيب ايه المشكلة اللي حصلت مع صاحبنا ده؟ he was wrong when he took it easy، took it easy بمعنى استهان بالامر، استهان به ان هو لسه ما خفش ورجع الشغل، فادي المشكلة في الحتة ده، انا عايز صفة في وضعها الطبيعي. في 24 بيقول لك فيها as he was found، بما انه وجد ايه؟ وجد ايه؟ ايه بقى؟ ايه الطريقه اللي هو وجد عليها؟ ده ديد مان، الرجل الميت. he was accused of killing him، اتهم بقتله. يبقى انا عايز له ايه؟ عايز له حال. ايه الحال اللي هو كان عليه؟ nearly معناها تقريبا، خلي بالك، لان الصفه near معناها قريب، ظرفها near زيها شاذ. طيب near by معناها بالجوار، ونيرست معناها الاقرب. طيب he was found near، ده حاله اللي هو كان موجود عليه، واحنا قلنا ان الصفة near ظرفها near لانها ظرف شاذ.
جملة 25 بيقول فيها علي has got the permanent job، علي حصل على وظيفة بدوام كامل. As he speaks، لأنه بيتكلم إيه الإنجليزي؟ إيه بقى الطريقة اللي هو بيتكلم بيها الإنجليزي؟ ها speaks إيه؟ أنا عايز الصفة اللي ده. نقول إيه؟ in a fluently way؟ لا ما تنفعش، لأن الصفة fluent مش محتاجة يكون فيها اللغة. تمام؟ طيب more fluent ده واخدة شكل المقارنة، وعندي fluently واخدة شكل الظرف وfluent. he speaks fluent English. الصفة fluent توصف الاسم اللي هو English، بتوصف الإنجليزي بأنه هو قلق. عايز أقول لك إن هو الجملة النطق بتاعه اللغة وتعامله بيها fluent، ودي وصف للاسم English. طيب لو ما كانش موجودة English في آخر الجملة، يعني لو قال لك هي سبيكس انجلش، عارف لو كلمة انجلش موجودة هنا كنا هنقول فلوينتلي، لكن بالطريقة اللي أنت شايفها كده أنا عايز الصفة فلوينت توصف الاسم انجلش. إجابة واحدة صحيحة. نحرك الشاشة شوية عشان الجملة رقم 26 تبقى هي اللي ظاهرة معانا، واللي بيقول لك فيها فراغ وبعد كده كوما. عمر joined the basketball team despite being short. عمر كذا التحق بفريق كرة السلة برغم كونه قصير. يبقى عايزين حاجة تدعو للاندهاش أو الاستعجاب التعجب والكلام من ده، يبقى أنت كده عايز ظرف. يبقى نقول interestingly بطريقة تدعو للغرابة أو الواحد يستغرب منها والكلام ده، يعني حاجة غريبة والله. ولا interesting ليها معناها شيق، ولا interest ليها معناها اهتمام، ولا interest معناها مهتم. لا interestingly بطريقة تدعو للتعجب والاستغراب زي ما بيقولوا. إجابتنا في الجملة رقم 26. وطبعا ممكن جدا وعادي جدا ان احنا نبدا بالظرف في اول الجمله. في 27 بيقول لك فيها they carried out a، هم نفذوا ايه؟ attack، كلمه attack معناها هجوم. on a defenseless man، on a defenseless man معناها على رجل اعزل زي ما بيقولوا، يعني ما هوش حاجه يدافع عن نفسه بيها. طب يبقى هنا هو ايه صفه الفعل نفذه اللي هو carried out؟ احنا قلنا ان الظرف يوصف الفعل. طيب نقول cowardliness اللي بيقولوا عليها الجبن، ولا coward برضو معناها لها علاقة بالجبن وتاخد شكل الصفة، coward معناها جبان ودي صفة، ولا cowardly بطريقة فيها جبن ودي كده واخدة شكل الظرف ماشي، ولا a cowardly way ودي صياغة خطأ لأنه كان المفروض in a cowardly way لو عايز يستخدمها. هنا بقى أنا هاخد الظرف cowardly عشان يوصف الفعل carried out. في 28 بيقول فيها ذات وجاف فراغ. تمبل ذات ايه بقى؟ تمبل was constructed، تم تشييده by the pharaohs بواسطة الفراعنة. طيب يا ترى ناخد لها 50 centuries old وده خطأ ليه؟ لأن طالما في هايفن يا شباب ما بين العدد وتمييزه ما ينفعش يكون في جمع، يعني الاس دي كده غلط. طيب تعرف اللي بعديها 50 centuries old، انت جبت له ابوستروف اس ملكية، دي جبتها له منين؟ برضه غلط. طيب 50 century olds ايه هي الصفة بتتجمع؟ جبت لها منين انت اس؟ يبقى برضه هنا هو غلط. فاضل مين؟ 50 العدد وبعد كده هايفن ثم تمييز اللي هو سنتري ثم هايفن ثم ايه؟ ثم اولد. ادي اللي هي الصياغه الوحيده السليمه، عشان كده هناخدها اجابه في الجمله رقم 28. احنا هنحرك الشاشه شويه بغرض ان انت تشوف رقم الصفحه، تمام؟ وكمان يبقى الجملتين اللي فاضلين معانا ظاهرين معاك بطريقه افضل. في الجمله 29 بنلاقي فيها fast food الأطعمة السريعة restaurants المطاعم بتاعت الأطعمة السريعة are popular يعني شائعة الناس بتحبها وعارفها. because many people want لأن ناس كتيرة تريد إيه؟ want to eat quickly and cheaply، تريد أن تأكل بسرعة وبرخص كمان. عايز ظرفين ورا بعض، الظرف quickly يوصف الفعل eat وكمان الظرف cheaply بيوصف نفس الفعل، يعني أجيب ظرفين يوصفوا فعل واحد أهو ماشي عادي فيش فيه أي مشكلة، عادي جدا الحكايه دي. طيب ولا ايتنج اللي هو ده شكل الجيرند، ينفع اقول وونت ايتنج وبعد كده كويكلي وبعد كده تشيبلي ظرف وظرف، ولا عمل نفس الحكايه تحت ايتنج وجاب كويكلي اند تشيب يعني جاب ظرف وجاب صفه، ولا كويك اللي هي واخده شكل الصفه اند تشيبلي اللي واخده شكل الظرف. تمام لا انا ينفع اجيب الصياغه الاولى اللي هي وونت وراها تو ثم الفعل في المصدر اللي هو ايت وبعد كده ظرف وظرف يوصفه هذا الفعل، مفيش مشكله فيها، هي دي الصياغه الوحيده السليمه فيهم. الجملة 30 بيقول لك فيها everybody congratulated him for the، كله هنأه for the ايه بقى؟ party. party معناها حفلة. طيب الحفلة كانت ايه بقى مواصفاتها؟ كانت well organized extremely، تمام؟ ولا extremely well organized، طبعا ظرف الدرجة يجي الأول
وبعدين الشيء اللي انت بتوصفه، ولا ويل واكستريملي جايب ظرف وبعد كده ظرف وبعد كده اورجنايزد، ولا اكستريملي ويل اورجنايزد؟ الصياغه السليمه الوحيده فيهم هي اكستريملي ويل اورجنايزد، اللي هو ظرف درجه تمام، وبعد كده هو بجيب وراه الصفه. وبكده شباب يكون انتهت اديب اللانجوج كان جاي على الدرس 3 و4 من 1 ل 7، لكن ان شاء الله لسه لا يزال لدينا العديد والعديد من تدبير المنهج بتاعتك. انتظرنا ان شاء الله في المزيد مع معلم خبير اللغه الانجليزيه مستر استاذ عزت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.